اليوم يقبل يبدل حاجة في روحه بطلب من الطرف الآخر؟ هذا هو سؤالنا اليوم في بارومتر الشارع. جامي جامي. مثلا اللوك نتاع شعرك، مكياجك، لبستك؟ نبدلها سا ديبون، انا ونحب نلقى راحتي نبدل، سينو ما نبدلش على خاطر شكون. حتى كي يقول لك ماذا بيا كان شعرك مقصوص ولا كولور معين في شعرك، ليه ما تاخذش بالخاطر جمله؟ ناخذ بخاطره هو. نعم حبه معناها بدليله. سا ديبون، في حاجات مثلا، في حاجات عاديه مثلا في اللوك مثلا نورمال ما يصيرش ناخذ بالخاطر. حاجات معناها قبل هنا بتبيع. اي قبل معناها؟ حاجه قبل هنا. مش... انت تقبلها باش تقبلها من هي. اي صحيت اكيد. كي تكون نافع حاجه تنفع. تنفع كاين. ما يقلقكش؟ لا ما يقلقش. وانت قول لي. هاي نبدل. بدل كي تطلب منك حبيبتك ان تبدل المشطه نتاع شعرك كوب ولا تعمل اللي تحب عليه هاي. ما يقلقكش؟ ما يقلقنيش مادام حاجه دي تفرحها ما يسالش. هاي بالطبيعة. اما بالمعقول نتصور مش اي حاجه. هذه اي حاجه. اي حاجه. اي حاجه. لا لا مش اي حاجه، حاجه تنفعني. مثال كي نبدا انا مثال عندي حاجه نعمل فيها الضر، مثال هي كي تقول لي نحاها ولا اعمل حاجه. كي تقول لك بدل اللوك نتاعك حاجه في مظهرك. ليه 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 انا اللوك اللي عجبني نعمل. ما تاخوش بخاطرها في حد شيء. لا انا ما ناخوش بخاطرها هكا. نقفل. حاجه في اللوك نتاعك. خاطر مرتك باغ اكزومبل تقول لك بدل حجامتك ولا لبستك ولا اللوك نتاعك. فما حاجات مقبوله معناها بدل حجامتك ما تتعدى، اما معناها تقول لك نحي شلغوب باغ اكزومبل. لا مستحيل. مستحيل.